أهلا بكم إلى الموجزة الإخبارية. في الجزائر انطلقت أشغال الجمعية العامة لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل اليوم الثلاثاء بمشاركة حوالي 30 بلدا ومنظمة دولية، وستعكف تقييم الوضع الأمني في الساحل ودراسة سبل التعاون في إطار هذا المنتدى. وفي مداخلة لدى افتتاح أشغال الاجتماع الذي يجرى في جلسات مغلقة على مدار يومين، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن اجتماع الجزائر يدخل في إطار الرد الشامل الذي ينبغي أن تواجه به التهديد الإرهابي، مضيفا أن حدة التهديد الإرهابي لم تنخفض على الصعيد الدولي وأن الجماعات الإرهابية تتضاعف، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تكسب مساحات جديدة وأوضحت تحتل الآن أراضي، وذكر بأن كل بلد اليوم هدف محتمل للتهديد الإرهابي والأعمال الإجرامية وأن الجماعات الإرهابية لا تستثني أحدا. في فرنسا تحطمت طائرة إيرباص 320 ألمانية قرب مدينة ديني جنوب فرنسا وعلى متنها 242 راكبا، إضافة إلى الطاقم الفني. وقالت الشرطة ومسؤولو الطيران إن طائرة من طراز إيرباص تابعة لشركة جيرمان وينجز إحدى شركات لوكتهانزا الألمانية تحطمت في جنوب فرنسا اليوم الثلاثاء بعد أن اختفت من على شاشات الرادار قرابة الساعة 11 بالتوقيت المحلي وهي في طريقها من برشلونة إلى دوسلدورف، وتمكنت من روحيتان تابعتان للدرك الفرنسية من رصد حطام الطائرة في مقاطعة الألب العليا. هذا وأعلن وزير النقل الفرنسي أن لا وجود لناجين في تحطم الطائرة الألمانية. في تونس أعادت السلطات التونسية افتتاح متحف برضو اليوم الثلاثاء في حفل رمزية بعد أسبوع من أدنى هجوم تتبناه تنظيم الدولة الإسلامية على المتحف وقتل خلاله 20 سائحا أجنبيا. وأمام مقر المتحف تجمع تونسيون رافعين علم تونس وشعارات كتب عليها زوروا تونس وتونس لا تركع وأيضا تونس شامخة. واقتصر حفل الافتتاح على مئات المدعوين والإعلاميين، وأرجى افتتاح المتحف أمام الجمهور إلى يوم الأحد المقبل لأسباب أمنية. في اليمن سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الثلاثاء بنيران مسلحين حوثيين خلال مظاهرات احتجاجية ضدهم في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن القتلى سقطوا خلال فتح الحوثيين النيران على مظاهرة خرجت احتجاجا على إقامة الحوثيين حواجز أمنية في المنطقة. وتعيش تعز حالة من التوتر بسبب التعزيزات التي وصلتها من قيادة قوات الأمن الخاصة ووزارة الداخلية بصنعاء، وتضم عددا من مسلحي الحوثي وسط رفض شعبي لتواجدهم في المدينة التي تعتبر بوابة الجنوب اليمنية. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.